نهاية الحلم الدنماركي وبضرب الجزاء مشبوهة انجلترا لنهائي اليورو الأول في تاريخها، وإلى نهائي أصلا بعد غياب 55 سنة عن آخر نهائي لعبوه، هو سنة 1960 لما خدوا كأس العالم اللي كانت بتلعب برضه في أرضهم، وكأن إنجلترا ما بتاخدش بطولات غير لما تتلعب في أرضها. إنجلترا دي المنتخب الأوروبي الوحيد تقريبا اللي قعد الفترة الكبيرة دي كلها ما وصلش نهائي ولا نهائي كأس عالم ولا نهائي يورو. هنتكلم بقى كتير جدا على الحلم الدنماركي اللي انتهى في نصف النهائي، وعن ضربة جزاء مشبوهة، وعن انجلترا ازاي اصلا قدر يوصل للفاينل. هنتكلم بقى كتير النهارده في حلقة انجلترا والدنمارك معاكم مصطفى، ودي حلقة جديدة من قهوة اليورو، والنهارده هنتكلم عن نصف النهائي التاني بين انجلترا والدنمارك. حطني رقم واحد في الانجازين. انجلترا النهارده بدات بال 4 3 او 4 2 3 1 بنفس تشكيله مباراه اللي فاتت ضد اوكرانيا، ولكن في بعض التغييرات ان هو بدا النهارده بساكا بدل سانشو، ولكن باقي الفريق زي ما هو، ماونت نفس زي ما هو، وكين هو هو، وستيرلينج وديكلان رايس وكالفن فيليبس وكله كله كله كما كان. انجلترا حاولت في اول المباراه تلعب باسلوب الدنمارك، تحاول تهدي جدا الاسلوب ضد الدنمارك، ما تحاولش تخلي الدنمارك تمسك كوره، ازاي انها تلعب كرات سريعه وكرات على الارض كتير وكرات تمريرات بسيطه في مساحات ضيقه وسريعه علشان يفكوا الضغط العالي بتاع الدنمارك عليهم، وكمان يقدروا يهدوا الدنمارك ويمتصوا حماس الدنمارك اللي اكيد الدنمارك او خالد زيد كان عارف ان الدنمارك هتخش المباراه عليها يعني في حماس كبير منها، واللي هي عايزه تعمل حاجه في البطوله اللي هو يلا بقى نعمل حاجه، احنا وصلنا نصف نهائي، ايه المانع ان احنا نوصل فاينل، يلا نضغط، يلا نجيب جول، يلا نقدم على انجلترا ونحدث الفارق. ولكن اول 10 دقائق او ربع ساعه انجلترا عارفه يعني تمتص الدنمارك، عارفه تهدي الدنمارك. الدنمارك كانت بتحاول تلعب على الفاولات او الكرات الثابته، اقول لك حاولت تلعب على الكرات الثابته او تعمل الكرات الثابته ازاي اصلا، ولكن انجلترا التمريرات البسيطه والسريعه ابتدت تفتح لها مساحات، وابتدت تفتح لها مساحات بسبب كذا حاجه. يعني اولا انجلترا الدنمارك بعد ما انجلترا بتلعب كده ابتدت ترجع زياده شويه في نص ملعبها، ولكن ابتدت تعمل ايه؟ تفتح المساحات على الاطراف، تفتح المساحات على الاطراف وتخلي بريس وايت يعمل ستريتشنج ناحيه اليمين مع الباك اليمين بتاع الدنمارك، وخلى الناحيه الثانيه دولبرج هو اللي ينزل ما بين الخطوط او ينزل ورا مدافعين انجلترا. ازاي؟ لما كان الباك اليمين بتاع انجلترا بتاع الدنمارك يتقدم، وكان بيتقدم كان بيلاقي قدام او بيلاقي ورا لوكشو، بريس وايت بيسقط ورا لوكشو عشان يبقى الوينج المستلف في اللقطه دي، ويحاول ياخر الضغط بتاع لوكشو على الباك رايت بتاع الدنمارك، ويحاول ياخر الضغط بتاع لوكشو علشان لاعب الدنمارك او باك الدنمارك يقدر يلعب الكوره سواء بريس وايت او لحد تاني. وكمان ده كنا بنشوفه كتير جدا ان فعلا لوكشو كان بيبقى قلقان ان انا طب اقدم واضغط على الباك بتاع الدنمارك ولا هتلعب من ورايا كوره سريعه لبريس وايت. ترى لما الدنمارك تجمع اللعب ناحيه اليمين، تجمع لعب ودولبرج يبتدي يميل على بريت وايت، وديلايني ياخد انظار ديكلان رايز وكالفن فيليبس، يبتدي يروح ناحيه اليمين، وفي سن ده كله بتخلق مساحه الناحيه الثانيه عند ميس جارد او ديمس جارد. ديمس جارد الناحيه الثانيه بتخلق عنده مساحه ازاي؟ ان زي ما قلت لك بريت وايت يحاول يلعب في ظهره لوكشو، وبما انه حاول يلعب في ظهر لوكشو فيبتدي يخلي لوكشو ما يتقدمش كتير او ما يضغطش على باك الدنمارك، ويديله الحريه اللي هو يتقدم الكره اكتر واكتر. والحاجه الثانيه ان دولبرج لما كان بيمين ناحيه اليمين على بريث وايت كان بيسحب معاه هاري ماجواير، ولما تسحب معاه هاري ماجواير بكل تاكيد جين ستونز هيحاول يرحل عشان يقفل المساحه دي، ولما يرحل جين ستونز بتخلق المساحه الناحيه الثانيه عن ديمس جورد، وديمس جورد بيحاول يخلق المساحه دي، وكان احيانا كتير ووكر بيلحقها بسرعته واحيانا لا، فكانت الدنمارك بتحاول تخلق المساحه في الحته دي، وكمان كان بيحاول يخلقه ان هو يلعبه في ظهر لعيبه انجلترا، تحاول تلعب في ظهر نص ملعب انجلترا، ونص ملعب انجلترا لما كانت بتلعب في ظهره او كانت الدنمارك بتلعب على الحته كمان اللي هو يلعب على الفاولات، هياخد كرات ثابته، وفعلا خدوا فاولات كتير وفاول عالمي، فاول عالمي في الدقيقه 26 بعد على طول بيكفورد كسر رقم الحارس بتاع الدنمارك مش فاكر اسمه بصراحه، كسر رقمه على طول فاول في منطقه، في الاول كان في فاول من بعيد اترفعت اتحسب فاول تاني من منطقه اقرب، وديمس جارد بيخش جول عالمي من افضل جوال اليورو الممتع دوت، بيخش ديمس جارد وبيتقدم على انجلترا وبيكسر كلين شيت اللي هم عاملينه بقالهم خمس مباريات. بعد الجول بتاع الدنمارك انا شكيت للحظه ان ممكن انجلترا تعطل قدام الدنمارك، ما تعرفش تخلق مساحه قدام الدنمارك،
والدنمارك بعد الجول اللي جابه فضل ان هو يلعب ايه 5-4-1، يلعب اربعه في نص الملعب على خط واحد، وكمان ده هيساعده في الضغط على التحضير البطيء بتاع انجلترا، اللي هو بعد ما رجع في نص الملعب وقفل الدنيا انجلترا ابتدت تحضر ببطء شويه في الناحيه الدفاعيه، وديكلان رايس لما كان بينزل يحاول يساعد الاثنين المدافعين، ويحاول انجلترا يحاول التشكيله من 4-3-3 ل 3-4-3 بان يخلى لوك شو يطلع شويه من مناطقه، ويخلى ووكر يثبت ورا مع تالت جنب ستونز وماجواير عشان يبتدي يحضروا لعب ويساعد في تحضير اللعب. وتقدير اللعب ده بقى 3-3، دولبرج بريث وايت ديفيس جارد بيحاولوا يضغطوا على الثلاثه، بيحضروا لانجلترا موقف 3-3، كان بيحاولوا انجلترا تلعبوا بكره طويله، وكره طويله او اللي يحاولوا يلعبوها بكره ريسكيه في نص الملعب. وكمان كان بيعملوا في الناحيه الهجوميه هي بقى نخرج هاري ماجواير يلعب ما بين الخطوط، هاري كين يخرج يلعب ما بين الخطوط، ولما هاري كين يخرج بيلعب بين الخطوط هيحدث الفرق، لان هاري كين السنه دي هو من افضل اللاعبين اللي بتنزل تستلم ما بين الخطوط وتعمل تمريرات. خلى هاري كين يخرج بره منطقه الجزاء يستلم ما بين الخطوط، وخلى لوك شو يفتح الخط تماما، ودخل ستيرلينج كمهاجم او دخل ستيرلينج لعمق الملعب اكتر من انه يلعب كعب الطرف، وده اتى بثماره بجول التعادل لانجلترا بعد ما هاري كين برضه خرج من بين الخطوط واستلم من بين الخطوط وادى ثرو معلم لساكا. ساكا راح ورفع قضيه، ولكن سيمون كاير بيزود الغله وبيحط جول، مش بيزود الغله في المباراه، لا بيزود الغله في الاون جول بتاع بطوله الاون جول دون تقريبا 10 جوان ولا 11 جول اون جول في البطوله. كاير بيتزحل عشان يشيل الكوره ولكن بتخبط فيه وتيجي جول لانجلترا. جول انجلترا خلى الملعب يولع، خلى جمهور ويمبلي تولع الدنيا، خلى لعيبه الدنمارك تهدى شويه. الدنمارك ابتدت برضه الجمهور والضغط على لعيبه الدنمارك تهدى شويه، وكمان الدنمارك ابتدى يقع منها لعيبه، كريستينسن ابتدى يقع مصاب، لا اكمل مصاب لحد ما جه الشوط الثاني وتغير، ولكن خرج الشوط الاول وقدر الدنمارك تخرج الشوط الاول 1-1، وكان شيء مميز ان الدنمارك تخرج الشوط الاول 1-1. الشوط الثاني دخلنا بعد تقريبا اول 10 دقائق او ربع ساعه ابتدت الدنمارك تعمل تغييرات، ابتدت انجلترا تعمل تغيير. التغيير اللي عمله انجلترا سحب ساكا ونزل جريليش، ده تغيير مميز جدا جدا جدا. والحاجه الثانيه اللي عملها بقى الدنمارك واللي انا ما كنتش فاهمها تماما، اللي هو سحب تقريبا كل اسلحته، سحب ديبس جارد وسحب دولبرج، سحب لاعبين كتير جدا من ارض الملعب مميزين في الدنمارك، وخلى بريت وايت مش هيدي بثماره الحاجه، مش هيعمل لك حاجه. حتى لو كنت حولت تشكيله من تحولتها مثلا 4-4-2 ولعبت دولبرج وبولسن الاثنين وضغطوا على لعيبه انجلترا، كنت ممكن تحدث فارق، ولكن التغيير اللي انت عملته وسحبت كل اسلحتك من الملعب ما عملش اي حاجه. وحتى بعديها حتى خرجت توماس بلايني ونزلت لعيبه ثانيه، ابتدت اسلحه الدنمارك تقع واحد ورا الثاني، ابتدى الدنمارك البدري بتاعها يقع واحد ورا الثاني، الناحيه الثانيه برضو انجلترا مش سهله، فالجيم مش سهل، انا هضغط عليك، انا هخلق مساحات، انا هلعب بين الخطوط، انا هحاول اضغطك، هحاول اسدد على المرمى، هحاول اعمل اي حاجه ان انا اجيب في الجول. الجول جه من ضربه وهميه وانا هتكلم عليها بالتفصيل، ضربه الجزاء. جينا لنقطة ضربة الجزاء بعد خلاص الشوط الثاني حتى انتهى بالتعادل الايجابي 1-1، انجلترا ما قدرش يسجل مع انه راح بكور كتير، وكاسبر شمايكل عمل مباراة خيالية، عمل مباراة خيالية وشال كذا كورة من هاري كين ومن ستيرلينج ومن هاري ماجواير، وقدم مباراة عالمية كاسبر شمايكل، وخد فريقه وخد بإيد فريقه ووصله للإكسترا. وإكسترا تايم وصلنا للدقيقة 143 ثانية. قبل 143 ثانية في كورة ثانية نزلت الملعب. وبما ان في كوره ثانيه نزلت الملعب يبقى كده اللعب لازم يقف، واول ما الكوره ونزلت الملعب لاعب الدنمارك اللي كان مسخن بره رفع ايده اعترض، الحكم تجاهله، الحكم اللي في الملعب تجاهله، وحكم الرايه تجاهله، ولاعيبه وهجمه انجلترا ابتدت تكمل وابتدى يلعبوا، وحتى وصلوا ناحيه الكوره وجريوا من جنب الكوره، وابتدى الحكم السياحه يوصل لمنطقه يبقى شايف الكوره الثانيه كويس جدا، ولكن بيكمل لعب يخش ستيرلينج، ويا دوب ستيرلينج اول ما على الارض وكان الحكم محضر الصفاره، اول ما على الارض صفر ضربه جزاء. ضربه جزاء اولا في كورتين في الملعب فالمفروض اللعب يقف. تاني حاجه ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، مفيش التحام قوي بستيرلينج. ستيرلينج دخل عمل دايفنج اللي هو دايفنج ايه، بيرمي نفسه حمام السباحه. ولا لاعب الدنمارك اللي حط رجله من تحت لمس رجله، ولا لاعب الدنمارك اللي يا دوب يعني لمسه بسيطه او حتى لمسه وهو بيقع. يعني ستيرلينج هو دخل انا وضرب النار واللي انا هقع ضرب الجزاء. ضرب الجزاء وهميه بكل الاركان، كورتين في الملعب، محدش لمس ستيرلينج، ستيرلينج عمل دايفنج غريب جدا، ودايفنج يعني اللي هو انا بترمي في بحر. عمل دايفنج والحكم كانه محضر الصفاره تيت، ضرب الجزاء
يا دوب بيبص للفار، ايه الفار 15 ثانيه ضربه جزاء على طول، ما يتناقشوش حتى، ولا يتناقش في الكره الثانيه، ولا يتناقش ضربه الجزاء. ودخل هاري كين، هاري كين حطها بشكل سيء وصدها كاسبر شمايكل، ردت هاري كين ودخلت، هي الكره عايزه هاري كين. ودخلت ضربه الجزاء الجون الثاني، وكان انجلترا ما بتعرفش توصل نهائي، ما بتعرفش تاخد بطوله غير على ارضها، وكان البطوله، لماذا البطوله على ارض انجلترا، ولماذا البطوله في ويمبلي، ومن ليه اصلا بدات البطوله بتقول النصف النهائي والنهائي يبقى في ويمبلي، كنت ممكن تخلي النهائي بس في ويمبلي، نصف النهائي يتلعب في مدينتين مختلفين بما ان البطوله بتاعت 12 ملعب. فانت مش فاهم بصراحه ليه، ولا الدنيا متطبخه لانجلترا، ولا مش عايز اجزم كده واحط مؤامره ان انجلترا البطوله بتطبخ لها على المره دي، ولكن ايطاليا عندها كده راي اخر. ولكن بصراحه ضربه جزاء وهميه وضربه جزاء مشبوهه لما انا كاتب الثام نيل كده، وصعدوا كده انجلترا صعدت. قدم بطوله كبيره، انجلترا قدم ماتش كبير تكتيكيا وفنيا وبدنيا وكل حاجه، ولكن ضربه جزاء وهميه. لولا ضربه الجزاء دي كانت ممكن انجلترا ما تجيبش جون ويوصلوا ضربات جزاء، وضربات الجزاء بقى 50-50 لحد فين يصعد، لكن ضربه جزاء وهميه تقتل الاحلام الدنمارك، وبتدي الامل بانجلترا انها تاخد بطوله. واتس كامينج هوم بقى، وشكلها هات كامينج هوم ولا بس تقريبا كامينج هوم بالعافيه، اللي هو انا هنجيبها بيتها بالعافيه بقى. وانجلترا زي ما بقول وكانها ما بتكسبش بطولات غير على ارضها، بطوله تبقى على ارضي، الملعب على ارضي، الجمهور يساندني، الجمهور يولع الدنيا، اخد البطوله. الجمهور بتاع جمهور ويمبلي، الجمهور الانجليزي مجنون كوره، جمهور غير في كل شيء بصراحه. جمهور انجلترا في الاول وفي الاخر مبروك لكل جمهور انجلترا، ومبروك انجلترا لصعود الفاينل اللي هو بقى لهم 55 سنه ما صعدوش فاينل يعني، فمبروك. في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد، هو رايي انا في مباراه انجلترا والدنمارك في السيمي فاينل الثاني. قول رايك انت في الكومنتس، وشكرا شكرا شكرا للدنمارك، شكرا كاسبر شمايكل، شكرا سموك هير، شكرا لايني، شكرا للدنمارك للبطوله التاريخيه اللي عملوها، بطوله فعلا 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 يتقدم لهم قبعه ويترفع لهم قبعه في البطوله دي. هدول بطوله كبيره جدا جدا، وكانوا حصان اسود بمعنى الكلمه، وصلوا للسيمي فاينل. هارد لك لكل الدنمارك، ومبروك لكل الجمهور الانجليزي. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان توصل لبعض الناس. اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب وقناه على الجرس عشان يجي لك حلقات اول باول. طبعا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك بتويتر وتويتر بالكلمه على مصطفى. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.